هوية بريس نحو إعلام هادف. واش معقول هذه الحكومة هذه؟ بعد بالمناسبة أنا لا أكاد أعرف منها أحدا تقريبا، يعني واحد الوزير واحد اللي كان عقل عليه تيبان لي زعما كاباب صراحة. واش كلشي اللي كيدير مزيان ولا ماشي كلشي اللي كيدير مزيان؟ فهمتيني ولا لا؟ هو هذاك القجع هو اللي تيبان لي. واخا بزاف ديال الاخوان متفقين معاه، ولكن ماشي حيت متفق معاه كنشوفو يعني، ولكن الاخرين ما كنعرفهمش كاع، كاين اللي ما كنعرفش سميتو، ما كنسمع شي حاجه كنقول شكون هذا السيد هذا، فهمتيني ولا لا؟ وكيفاش هاد الناس هادو؟ قال لك حكومه الكفاءات، لا كفاءات لا استقامه، جايبين لنا الناس للجماعات المحليه، الجماعه ديال الدار البيضاء في ازمه، ليس كذلك؟ الجماعه ديال الرباط في ازمه، الجماعه ديال المكناس في ازمه، الجماعه ديال فاس في ازمه، الجماعه ديال اكادير في ازمه، ما كيعرفوا يديروا البرامج، ما كيعرفوا يديروا الميزانيات. شنو هذا الشيء هذا؟ العداله والتنميه الا قلتي لنا بلي الكفاءات ديالنا متواضعه حنا نقبلوا منك، ولكن سيرنا في اطار الاناقه وفي اطار اللباقه، وتفاهمنا مع المختلف الفاعلين اللي كانوا معنا في الجماعات ولا في الحكومات. ما عمر ما وقع الشيء هذا اللي وقع في الوقت ديالك السي، وكتعاير مازال. وتم واحد القضيه كون غير كنتي كتفهم، شداك انت قاعد تجبدنا، انت وليت رئيس حكومه تحل المشاكل، حلهم واخا نكونوا حل اللي درناهم، حل انت المشاكل. راه ما جابوكش الناس باش تقول لهم عبد الله بكير اللي كان شحال هذه، هو اللي دار لكم، هو اللي دار لكم، هو اللي دار لكم. ثم الحكومه ديالي السي خنوش، نقول لك بكل صراحه وبدون تواضع، ملي دوز في الانتخابات المقبله وتجيب اكثر من 125 مقعد نصفقوا لك. شكون انت بعدا؟ شكون انت دابا؟ انت اللي جبدتيني، انا كنت مقراك ودير لك ملي كنتي معايا في الحكومه كنت فشك، بعدا انا اللي طلبتك من سيدنا باش تجي تولي معايا روزي. انت ملي طلبت ملي كنت كنكون الحكومه كنتي مشيتي لفرنسا، مشيتي تقري بنتك تقيدها وتقريها بحالك بحال المواطنين العاديين. وانا هضرت مع سيدنا قلت له نعم سيدي هاد السي اخلوش كان كيبان لي راجل مزيان، هادشي الحقيقه هادشي اللي كاين. انت ولا هو اللي بغيتي يكون معايا وزير ديال الفلاحه؟ وعيط عليه سيدنا، عيط عليه هو جا تيقول لي هادشي، عيط عليه سيدنا وغوت عليه واخد عليه، قال لي الناس كيقلبوا عليكم وانت سميتو. وتم جاي كيجري فهمتيني ولا؟ انا دبست معاه مره واحده دارها بيا هو وهذاك بوسعيد، داروها بيا. لا انا كيسحب لكم، راه انا مطور ولا شي حاجه، راه انا الله يجيبني على خير، حتى انا وصلت بليد، ماشي بليد ولكن ماشي مطور، راه جد متواضع. تقول لا انا كنضحك لسبب لا تعرفونه، كيعرفوا غير واحد فيكم هو اللي كيعرف. جوج ف مره واحده داروها بيا، بغاو 54 مليار ديال الدرهم اللي كنت انا عوال نعطيها لهم، حيت انا ما كندخلش في داك الشيء، انا كنت كنثيق في الوزاره ديالي وتنديليغي كنت كنعطيهم، فهمتيني ولا لا؟ من بعد هما ما تفاهموش مع وزير الداخليه الاخر، هو واحد الوزير ديالو كان معاه بلا بلا، وداروها بيا بصراحه، داروها بيا حشومه. هذيك هي اللي دبزتنا، ودبزتنا في الحقيقه غير ما قال في الجريده مع الاسف الشديد. واما انا واحد القضيه، انت كنقول لك شكون انت؟ حيت انت لا وجود لك في السياسه، فين عمرك كنتي في السياسه انت السي اخنوش؟ انت تزاديتي معلقه ديال الدب في امك، با كانوا عنده بعض البومبات ديال ليسونس، الله يرحم محمد الخميس، كان يعني كان رضى عليه وعطاه في هذا المجال، فهمتيني ولا لا؟ وتعاونوك باش وليتي انت هو افريقيا ديال اليوم، ماشي هي افريقيا ديال الحق. بلا حنا عارفين، حنا شارفين، قال لك شي واحد قال لهم با نديرو شي سميه ديال الشرفه، قال له بلاتي تايبو انت وليدي اللي كيعرفونا، حنا راه كنعرفوك، فهمتيني ولا لا؟ ما كان عندك لا وزن لك في السياسه ولا توجد. وملي بدات الاثاره والمعاصره كنتي غير مخبي وسط منهم، ودير يدك على الشكاره باش تجبد الفليسات الا طلبوا منك شي حاجه. هادشي اللي كاين ملي كنتي في الحركه لكل الديمقراطيين، ما كنتي حزب سيفي، ما كنتي رئيس حزب، ما كنتي مناضل، ما دخلتي للحبس، ما قلتي ايه، ما قلتي لا، ما كنتي مع مع مع, 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 مع الملكيه ولا ضدها، انت كنتي غير كنتي ولا يعني معي يعني
يعني شانس بك عياش بالدرجة العليا جاي اليوم كتعاير فينا. قد عمرك دوجتو أنا في السياسة؟ قد عمرك شحال عندك من عام؟ شكون اللي عارف وقاش تزادت أخلوش؟ ما يكونش فايت 50 عام من 63 وأنا في هاد التمارة 62 من 63 وأنا في هاد التمارة أنت نقول إيش إيش داك تجبدنا؟ خدم إيوا المهم نقص شوية زيد شوية ولكن ما عمرك كنتي مناضل جامي دلاغي وتا الحزب ديالك الحزب ديالك كان كيقوم غير بالدور ديال البنوت سكور ولكن البنوت سكور كان بشرف ايام السير عثمان ايام السير منصوري وداك الشيء وحتى ذاك مزوار تا هو كان كيحشم شوية جيتي انت انا نقول لك واحد القضية انا كنظن انت كتحشم ولكن هذوك اللي كيدفعوك من اللور ما عندهم غرض بيك كيحرقوك وانت غير غادي تابع واش مشيتي ما دخلت عليك والله الا ما جاوبني على واحد السؤال ما حشمتي ما استحيتي مشيتي كتشكي بيا كتقول لهم هو اللي دار اصلاح المقصه هو اللي دار اصلاح المقصه مع انه اصلاح المقصه هو اللي خلى ليك الفلوس باش دابا كتبومب علينا كاين هادشي ولا ما كاينش الاخوان المحترمين باش كتبون بها لينا دابا وياك قلنا لك ياك سيدي انا اللي درت الاصلاح ديال المقصه حيدها انت حيد الاصلاح ديال المقصه رد بحال اللي كان قلت له لا ما يمكن ليش نحيدها لانه لا حيد تقبل الميزانيه انا سمعت لك بودنيه واذا كان عندنا واحد السيد عنده واحد البيزري سوسي فهمتي ولا لا باب ابراهيم الله يرحمه مسكين كان كيقول لنا ولاد هلاب كلاو الشيشه وهرسوا الحلال هادو ولاد هلاب فهمتي راه السواساتي يفهموني باللي كنتكلم فهمتي ولا لا فشنو وزتي ما حشمتي ما استحيتي السي اخنوش وكتنتقد القطاع للمضربين وانت زعما واش انت رجل دوله واش انت رجل اعمال واش انت كتفهم شي حاجه شتي هذا العمل هذا واخا يكونوا الموظفين ما عجبهمش واخا يكونوا المستخدمين ما عجبهمش هذا من باب العدل الذي تقوم به الدول وانت كنتي فرحان النهار اللي اتخذنا هذا القرار اللي كان كيجادلني فيه جوج ديال الاخوان السي بها والسي راميد السي بها الله يرحمه السي راميد وما كانوش كيجادلوني حيت ما متفقينش لا قال لك غير بلاتي تدخل في القانون السعودي لا واللي عاوني فيه هو السي سهيل ديال البيبيس قال لهم قال السباه قال له السباه راه الى الاضراب توقيف لعقده العمل على حساب البيت يعني من المكتب العمل المكتب العالمي المكتب الدولي مكتب العمل الدولي عاد اقتنع السباه عاد خلاني ندير هذيك القضيه وما نسيتي السي اخنوش باللي ملي جاء عبد الاله بن كيران الجماعات المحليه 52 اسبوعيه دايره الاضراب ونسيتي الاضرابات اللي كان لا خرج غير شي فرخ وفرفر وقال لهم غدا الاضراب كلشي كيصبح داير الاضراب شي تيمشي للقهوه وشي تيمشي يصبن وشي تيمشي للحمام هادشي اللي كان ملي جيت وعملت هذا القانون الذي اتبناه اعتز به والله واخا يكون فيه القطع ديال الراس ديالي والله واخا يكون فيه القطع ديال الراس ديالي ما نتراجع عليه جيتي شكون اللي من الذي يشير عليك لو كانوا رجال الاعمال هذه القضيه هذه في الحقيقه خصك تحاسب عليها امام القانون هذا ماشي كلام هذا ماشي غير هذا الشيء والناس اللي كانوا كيوقفوا قدام البرلمان تيقول انا اللي درت لهم ما كاينش اللي يدخل الوظيفه العموميه الا بالمباريات والمواطنين كلهم سواسيه قدام أمام القانون فهمتيني ولا لا والإدارة اللي كانت يعني اتخذها بعض المستخدمين سكنا لهم ولا جالسين فيها فهمتيني ولا لا بالكيران اللي خرج داك الشيء فهمتيني ولا لا
واحد النهار عيط عليا واحد الاخ من الكناس قال لي استعمل الى راه عنده مكان ديال التكوين المهني، قال لي راه شهر الناس جالسين لينا هنايا وشباط كيجيب لهم الشفن ويجي يفطر معاهم حيت في النقابه ديالو. عيطت على وزير الداخليه قلت له السي سميتو هذاك اللي كان لا الاخر لا لا دريس، قلت له السي دريس اش هذا الشيء؟ راه 20 دقيقه من بعد خرجهم من تمايا. من ذاك الوقت ما بقات حتى شي اداره فيها الناس جالسين ليا، فهمتيني ولا لا؟ هذا الشيء هذا ما بغيتش، بغيت نقول لك شو ما تقارن راسك معايا غير بعد مني انا، ما اسيدي انت احسن مني غير بعد مني. انت كتجبد جبد جبد شاد جبد انت ما انت ما والو انت 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 مشافي مشافي حالته سي سي مزوار ونوضيع عليك فهمتيني ولا لتكون رئيسا. ومن ذاك الوقت انت اللي تزعزع كتقول له نعاونوك وتظن باللي بهاد الوسائل غتحل المشاكل ديال المغرب وكتعاون وعاون بالفلوس ديالك ماشي بالفلوس ديال الدوله. دابا مشيتي للتعليم حاولتي دير اصلاح خرج لك مخربق، ما عرفتي لا تدوز الاصلاح لا غير تصالح مع الناس. انا رجال التعليم تزدت لهم 1500 درهم صحتهم، انا ما كذبش عليكم، ولكن انا ما كانش هذا الراي ديالي ولا انا متفق معاه باش نقول لكم بصراحه، لانه هذا غيكلفنا الاخوان الاصلاح اللي كنديروا دابا 20 مليار ديال الدرهم. وقول لي منين غتجي هاد 20 مليار ديال الدرهم؟ قول لي منين غتجي؟ غادي تجي من الديون والقروض اللي غتغرق البلاد ديالكم، ولا كان من الضروري حنا ناخذ هاد 20 مليار ديال الدرهم ناخذها نعطيها للناس اللي لتحت في المستوى الادنى. صحيح عطيتي دابا للناس 10000 ريال لواحد 500 درهم، هاد 500 درهم السي اخ نوش ماشي انت اللي درتيها النهار الاول، هاد 500 درهم انا اللي طلبتها من سيدنا. سمحوا لي الاخوان باش تعرفوا هذا الشيء ديروه في البال ديالكم. رجال التعليم كان كيوعدكم ب 2500 درهم ما عطاكمش 2500 درهم، وخصنا ما عطاكمش 2500 درهم ضربهم بالحجر. هذا الشيء اللي كاين. ولكن انا كنقول لكم انا مسؤول سياسي، ماشي الغرض ديالي ندير لكم خاطركم، لا رجال التعليم ولا غيرهم ولا غيرهم، المسؤول ديالي نقول لكم شنو هي مصلحه بلادكم الحقيقيه. هوية برنس نحو إعلام هادف.